مرحبا بكم في تنمية فلاحية. تنمية فلاحية 100% فلاحية. تنمية فلاحية في خدمة الفلاحة بصفة عامة والمختصين في هذا المجال. هذا اللقاء غادي يكون حول شجرة الخروب أو تيكيدا لو كاغوبي باللغة الفرنسية. غادي نتعاملوا في هذا اللقاء مع جوج المحاور أساسية، كيفاش نميزوا بين الذكر والأنثى شجرة الخروب، ثم غادي نتعرفوا جميع على عملية التقليم هذه الشجرة. كنعرفوا الخروب أهمية ديالو الاقتصادية وكذلك الاستعمالات ديالو والمنافع ديالو الكثيرة على الصحة ديالنا. مؤخرا بدا كيتعاطى المغرب لهذا الانتاج هذا ديال الخروب. اليوم غادي نعرفوا شنو هو الفرق بين الخروب الذكر والخروب الأنثى. كنعرفوا بأن الخروب الأنثى هي اللي كتعطينا انتاج، والدور ديال الخروب الذكر هو فقط اللي كيعطينا تلقيح. كنشاهدوا الأزهار أو حبوب اللقاح الخاصة بالذكر أو الخروب الذكر. من خلال هذه الأزهار هذه يتم تلقيح الأزهار الخاصة بالأنثى، وهذا هو اللي كيميز الأزهار ديال الخروب الذكر. هذا الشكل ديالها اللي كتشوفوا، من بين المميزات ديالها أنها كتخرج مباشرة من العود. إذن صعيب باش نعرفوا الخروب الذكر من الأنثى من خلال الأوراق أو لا فاش كتكون صغيرة، ولكن فاش كيكون الإزهار. حنا دابا حاليا في الثاني من دجنبر، يعني هاد الفترة كيكون فيها الإزهار، وهاد الفترين كلينا نعرفوا الخروب الذكر من خروب الأنثى باش يمكن لينا نقوم بعملية التلقيم ونحولوا الخروب الذكر لخروب الأنثى، وبالتالي نحصل على إنتاج. الآن غادي نشوفوا نموذج ديال واحد الخروبة أو لا تيكيدا اللي معروفة عندنا في المغرب، خروب أو لا تيكيدا اللي هي أنثى. كاين فرق. حنا غنشوفوا دابا هذوك الأزهار والشكل ديال بداية الانتاج، ولا فاش كيبدا كيتشكل عندنا الفروي ولا المنتوج ديال الخروب. اذا هذا هو الفرق بين الانثى والذكر. قلنا بان هذوك الازهار كيخرجوا ديال الذكور ديال الذكر، الخروب الذكر كيخرجوا من 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 الغصن ولا من العود القصح. حنا غنشوفوا دابا النموذج ديال الانثى اللي تيخرجوا من هذوك العواد اللي هما مرتبين بعواد اللي هما صغار ديال الانتاج. كما كتشوفوا هادو كلهم ازهار ديال الخروب او لا ديال الانثى ديال الخروب. هذه هي الشجره اللي تقدر تعطينا الانتاج. من طبيعه الحال كيكون تلقيح ديال هاد الازهار هادو من الازهار ديال الخروب الذكر باش يعطينا واحد المنتوج من طبيعة الحال جيد. اذا كمبدأ من مبادئ التقليم ديال الخروب، فهو كيختلف تماما على التقليم ديال الاشجار مثلا ديال الزيتون او الحوامض، لان الانتاج ديال الخروب المعظم ديالو كيكون لداخل ديال الشجرة، على عكس الانتاج ديال الزيتون او ديال الحوامض الانتاج كيكون خارج الشجرة. اذا باش نقلمو الشجرة خصنا نردو البال، ما يكونش يعني داك المبدا ديال خصنا نخوها من الداخل، ولكن كيخصنا تخفيف، نحيدو العواد اللي هما هرسين او اللي هما مراد او لي برونش كروازي، يعني العود اللي كان فوق العود خصنا نحيدوه ونخفوها شويه باش يدخل ليها الهواء وتدخل ليها الشمس. يعني كيف ما كتشوفوا دابا هادو كلهم لي بوكي ولا الازهار اللي في طور تحول المنتوج اللي هو الخروب، كلها كاينه داخل ديال الشجره. كيف ما كتشوفوا لداخل ديال الشجره كاين معظم الانتاج. الى خرجنا على برا يعني ما كنشوفوش، ما كاينش هناك انتاج،
تلاحظوا هنا هادو هما الاغصان الصغيره، ما كاينش تقريبا انتاج على برا، ولكن الداخل ديالها كما كتشوفوا هنا الداخل ديال الشجره هنا فين كاين معظم الانتاج. اذا باش نفهموا اكثر عمليه تقليم اشجار الخروب، نخليكم مع الفيديوهات اللي كتوضح هذه العمليه باش نشوفوا بعض النماذج قبل، اثناء وبعد التقليم. تنمية فلاحية، كنشكركم على المشاهدة. إلى اللقاء في حلقة قادمة ومع موضوع جديد.